أن نضع هذه التحركات الأمريكية، مسألة استهداف القوات الأمريكية لمسلحين يشتبه في انتمائهم لمجموعات مدعومة من إيران في داخل سوريا؟ نعم، هناك معلومات مؤكدة لدى الإدارة الأمريكية بأن هناك مخططات من قبل مسلحين في هذه المراكز أو القواعد المدعومة إيرانياً بالهجوم على يعني إنشاء عمليات هجومية على أفراد أمريكيين. هذا ما استدعى الإدارة الأمريكية بأن تتخذ قراراً استهداف هذه المجموعات بطائرات حربية أسفرت عن مقتل 4 تابعين يعملون لحساب إيران أو 4 إيرانيين و7 قاذفات أخرى قد تم تدميرها. يعني تأتي هذه العمليات في وسط المراحل النهائية من إمكانية اتفاق على يعني إحياء الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي الذي انهار في عام 2015. هذا يعني أن هناك ما زالت هناك مخاوف أمنية لدى الإدارة الأمريكية على أنها القومي وتتصرف وفقا لذلك. يؤكد ذلك تصريحات بايدن وكذلك تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية بأنها لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها القومية وعن أمن أفرادها في أي مكان من العالم، خصوصا من قبل إذا كان هناك تهديدات من قبل إيران. يعني هل هذه التحركات الأمريكية أستاذة نادين تأتي في إطار ربما محاولة من إدارة بايدن هنا لإسكات الأصوات المنتقدة، ربما مع الحديث كما تفضلت عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران ربما في خلال أيام قادمة، ربما أسابيع لا ندري تحديدا؟ هل هذا أمر وارد؟ أعتقد أن الضربة العسكرية تحديدا ليس لها علاقة بالإمكانية يعني بمحاولة إيجاد دعم لبايدن سياسيا في ما قبل الانتخابات النصفية القادمة في الخريف، ولكن الاتفاق النووي له علاقة ربما بذلك، لأن بايدن يريد أن يحرز نقاطا إيجابية على مستوى السياسة الخارجية. إبرام الاتفاق رغم أن هناك خلاف كبير حوله سواء من الديمقراطيين والجمهوريين يعني أو كلاهما، هناك انتقادات لبايدن بخصوصه، ولكن إبرام هذا الاتفاق وإعادة الأمور إلى نصابها بأقل التوقعات يسجل له نقاط إيجابية فيما يخص السياسة الخارجية الأمريكية. أما الضربة بحد ذاتها، نحن نعلم أن الولايات المتحدة دائما عندما تتلقى تهديدات أو هجومات ترد مباشرة وتكون عملياتها واضحة ومعلن عنها. هذا أسلوب دائم للولايات المتحدة مهما كان، سواء من كان أيا كان الرئيس الأمريكي أو أيا كانت الظروف، لا تتردد الولايات المتحدة. لذلك موضوع الضربات أو العمل الانتقامي العسكري للولايات المتحدة في سوريا ينفصل عن المصالح السياسية لإدارة بايدن تحديدا، إنما إبرام كما ذكرت سابقا قد يكون له باع طويل كبير في ذلك، وخصوصا أنه يعني لا نعرف إذا كان هناك فعلا أي تغييرات من قبل الإدارة الأمريكية في تقديم تنازلات معينة حتى وافقت، أو يبدو أن إيران على وشك أن توافق. ما سبب حتى الآن هو أنه ليس هناك من تنازلات واضحة، وإنما عندما يبرم الاتفاق فيما إذا تم إبرامه سوف يتبين الأمر أكثر. إنما العمل العسكري على الأرض يعطينا انطباع للوهلة الأولى بأن الاتفاق ليس وشيكا بشكل كبير كما هو يتم الحديث عنه، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه الرؤية صحيحة 100%. ربما أن الإيرانيون أيضا يتفهمون السياسة الأمريكية وطريقة عملها من حيث محافظة محاولة الحفاظ على أمنها القومي. يذكر أن هذه التخطيطات يعني التي حصلت على المعلومات التي حصلت عليها الإدارة الأمريكية بوجود مخططات لهجوم على أمريكيين يحسب يعني ضد إيران في هذه المرحلة تحديدا. شكرا لك جزيل الشكر، رئيسة تحرير جريدة انترناشنال فويس الأمريكية الأستاذة نادين ساندرز من